قام وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبد العزيز الإبراهيم بجولة تفقدية لمشروعي تطوير طريق جمال عبد الناصر وطريق الجهراء للاطلاع على سير العمل في هذين المشروعين الضخمين واللذين يعتبران من أضخم المشاريع التي تعمل بها وزارة الأشغال العامة هذه الآونة، خاصة وأن هذين المشروعين سيساهمان في تطوير المنظومة الطرقية في البلاد. من أكبر مشاريع البنية التحتية متعددة الأدوار في الكويت هما مشروع تطوير طريق جمال عبد الناصر وطريق الجهراء التي تعكف وزارة الأشغال العامة على العمل فيهم هذه الآونة. وقد قام وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبد العزيز الإبراهيم بجولة تفقدية للاطلاع على سير العمل في هذه المشاريع. إحنا اليوم في جولة تفقدية لمشروع طريق الجهراء وطريق جمال عبد الناصر، وكما شفتوا يعني احنا مستمرين في الجولات التفقدية لمتابعة العمل في هالمشروعين الجبارين. يعني كما تعلمون مشروع طريق جمال عبد الناصر يعني قيمة العقد مثل ما قلنا في السابق 242 مليون، والجهرة 264 مليون. هذول عبارة عن الطرق مثل ما شفتوا، هذه الجسور يعني حارات، في حارات راح تكون ثلاث حارات فوق وحارتين او ثلاث حارات تحت بالرايح وبالراجع، كذلك نفس الشيء في بعض المواقع اذا ما خانتني الذاكره. يعني جمال عبد الناصر الاطوال السطحيه تتجاوز 264 كيلو متر بالنسبه، ويماثلها تقريبا طريق الجهر عفوا وطريق جمال عبد الناصر تقريبا نفس الشيء في هذا الحدود. يبين لكم ضخامه هذه المشاريع. بالرغم من التحديات الكثيرة والكبيرة التي تعترض سير طريق تنفيذ هكذا مشاريع كبرى، إلا أن وزارة الأشغال العامة تبذل جهودا حثيثة من أجل إنجاز وإنهاء هذه المشاريع لتكون في القريب العاجل في إطار الخدمة. نسبة الإنجاز في جمال عبد الناصر حوالي 36-37%. نسبة الإنجاز ومتوقع الانتهاء منه إن شاء الله في منتصف 17 بإذن الله. أنا قاعد نحاول أن نخلص هذه الفترة قدر الإمكان. في كذلك بالنسبة لجمال أقول الجهرة نسبة الإنجاز تجاوزت 60%، وكذلك يعني متوقع، لأن ذاك وقع قبل هذا، ذاك وقع ب 2010 وجمال عبد الناصر وقع ب 2011. ذاك يتوقع على في بداية يمكن في النصف الأول من 2016 بإذن الله. بس هذا ما يعني إن ما في مراحل راح تفتح مثل ما شفتوا وكلمنا الإخوان. بالنسبة لطريق الجهرة الخطين اللي نازلين على الرابع واللي نازلين على طريق الجهرة، هذول إن شاء الله في القريب العاجل نتوقع، بس من بعد التقاطع يعني التواريخ بالضبط، هذا راح يفتحون القريب إن لم يكن قبل نهاية هذا العام في بداية العام القادم بإذن الله. إذن هذه المشاريع تمثل أحد أهم الخطط الاستراتيجية لوزارة الأشغال العامة لتطوير شبكة الطرق الآنية وتحويلها إلى طرق سريعة متعددة الأدوار ترفع القدرة الاستيعابية المرورية لهذه الطرق. ديما دحدل، تلفزيون دولة الكويت.